معانا الفنانة الجميلة عبير صبري. عبير، عبير ازيك؟ مساء الخير، ازيك يا ايه يا عبير؟ انت لسه عايشة يا عبير؟ مساء الخير يا مروان، ده انا هطلع عيني. كل سنة وانتي طيبة. كل سنة نادية، يعني رمضان يا نادية، ده وقته يا نادية، ده وقته. قتلتني وعمال تتفسح. مش عارف. لا ده هو بصي عمال بجد يعني يشكر فيكي من ساعه لا ما عدى وقال لنا ندمان ان هو عمل كده. بصراحه انا عبير يعني انا بصراحه انا متفاجئه بخالد. اولا احنا اول مره نشتغل مع بعض، ومتفاجئه بيه يعني شخصيا في اللوكيشن. هو شخص محترم جدا جدا جدا، هادي، بيجي حافظ المشهد صم، لدرجه ان انا عشان انا ساعات برتجل حاجه او كده بيبقى حافظ شغله ومركز فيه وعارف هو جاي يعمل ايه. هو بيذاكر. لا عنده اقصى درجات الانضباط، وده يعني انا مش بتقابلي ده كتير، اقصى درجات الانضباط فعلا للشخصيه اللي بيلعبها. مهتم جدا هو يعني خالد، حتى واحنا مثلا لو بنعمل مشهد يمكن ما يتكلمش كلمه براه، يعني حتى لو احنا بنعمل بروفا ما يعني ما يطلعش بره الموضوع من كتر ما هو مركز جدا جدا جدا. بجد انا مبسوطه قوي ان انا اشتغلت مع خالد، لانه مفاجاه ليا ولكل الناس. طبعا هو نجم كوميدي واحنا يعني بنتفرج على اعماله الكوميديه وبنضحك على كل الشغل الجميل اللي هو بيعمله، بس اول مره تشوفيه بيلعب دور دراما بالعظمه دي، بالموهبه دي، بالاقناع ده. فانا مبسوطه جدا، لانه لولا فعلا يعني ان انت بتشتغلي قدام ممثل شاطر ومجتهد ومهم، جزء كبير جدا من الدور اللي انت بتلعبيه يخس وينقص. فانا بحمد ربنا الحمد لله انه البارتنر بتاعي او يعني خالد، انا عندي كان شغل كتير معاه. فلو فعلا انت ما بتلعبيش قدام ممثل قوي، مهما انت كنت موهوبه وشاطره، ادائك بيقل. فبجد خالد هايل هايل هايل. والله انا بحييكي على روحك. انا بجد. اولا عبير انا يعني دي شهاده اعتز بيها من فنانه كبيره جدا جدا زيك. انت ابهرت الناس. انا شريره جدا وتعاطفوا معاها. يعني اقول لك يعني يعني بتعمل حاجات وناس تعاطفت معاها حقيقي. ده علشان ممثله تقيله، عشان ممثله كبيره. والف مبروك على الدور يا عبير. ده فعلا الدور دوت جدد منك كمان جدا جدا وفريش جدا عليكي، وان شاء الله باذن الله الادوار اللي جايه تبقى اعلى من كده كمان يا عبير. لا يا رب ان شاء الله. لا الف مبروك فعلا ليكي يا عبير، بجد كنت هايله اكتر من رائعه. الناس كلها دون استثناء اجمعت على ادائك في دور ناديه. فالف مبروك ليكي وكل سنه وانتي طيبه. ميرسي يا خلود خالص، وكل سنه وانتي طيبه، وعيد سعيد على مصر كلها ان شاء الله، وربنا يحفظنا يا رب. خالد من نجاح لنجاح يا رب اكتر، ويبقى وشنا حلو على بعض تاني ومره تانيه وثالثه ان شاء الله. اكيد اكيد. ده انا ليا الشرف يا عبير. منور الشاشه يا حبيبي، منور الشاشه. ربنا يخليكي. ميرسي، شكرا ليكي الفنانه الجميله عبير صبري.